السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني هنا في الجزائر، أزول في اللون فيما يخص هذا الموضوع، فيما يخص آخر قرار يعني قامت الرئاسة المزورة بتبون، إلا وهو يعني أعلن عن تغيير في مدير الجمارك. مدير الجمارك السابق كان فاسدا، يعني معروف عنه أنه كان فاسد وكان لازم تغييره. واتضح أنه في إنسان ضيف آخر اللي هو حكيم برجوج يعني بقرار رئاسي، تغيير بقرار رئاسي، وكانت هناك مفروض تقام مراسيم وقامت حفل، ويعني في ما يخص التغيير لازم يكون فيه يعني تبادل، يعني خروج ودخول الجديد، المدير الجديد دايركتور جنرال. لكن في آخر لحظة وآخر دقيقة عن طريق التليفون طبعا تغيرت الأشياء وقال ستوبي، النوميناسيون هذه وقفت. حقيقة هذا الشاب اللي يعني تراوح اللي هو حكيم بجوج في سنه حوالي 40 سنة، لكن ليه ذو يعني خبرة ونزاهة، وإنسان يعني متعلم، وحاول يعني حتى في من مدة لم يكن المسؤول الأول في الجمارك، لكن حاول قيام عدة تغييرات لصالح الجزائر، لكن لم يعطوها الفرصة هذه المرة. لم يعطوه الفرصة رغم أنه يعني النومناسيون بريزيدنسيال، قرار رئاسي. لماذا توقف؟ ومن أوقف هذه النومناسيون؟ ولماذا يريدون بقاء نفس مدير العام الجمارك؟ ليعلم الجميع، وحتى أنا نعرف أنه نقوم بتحليل هذه السياسة، من يقوم بها؟ من وراءها؟ وراءها أولا أبناء الجنرالات والجنرالات الباقون، وراءها أبناء الوزراء ما اللي كانوا في السابق، هم الذين لا يريدون التغيير لأن المصالح كبيرة والفساد أكبر من ذلك فيما يخص الموانئ وفقصة كل أماكن الجمارك. وإذا مكنوا هذا الإنسان الجديد أن يحكم، يعني أن يكون في هذا المركز، لفضح الكثير، وتتضح الرؤية في بناء الجنرالات وأصحاب المال الفاسد. لذا جاء قرار، وحتى في أركان في المخابرات، جنرالات المخابرات فاسدين هم وأبنائهم، لذا جاء القرار من المخابرات حتى لا يتغير المدير القديم، لأنه كان يحفظ مصالحهم، وكان بتجديد يعني المدير كانت تفضح المسألة. لذا يعني مدام تبون لا كلمة لك، أمضيت على قرار تعيين مدير عام، وكان هناك يعني في القاعة تصوير وحاجة من ذلك حتى يتم تنصيب الرجل، لكن جاءتك تعليمات أنه يتغير ولم تقل شيئا. لماذا لم تقل شيئا؟ لأنك محكوم مسير، ليست بمسير، انك مسير، لست بمسير، يعني تي كونترول ريان. وان نفس المخابرات للشعب الجزائري يعرف يريدون تبون ان يجلس مع حزب الطلائع، وحزب الطلائع
صنعته المخابرات لأنه ينتمي لابن فليس حتى ينظروا في الأمر الجزائري، لأن ابن فليس مرفوض شعبيا، لازم يعرفوا هذه. النتبون ألا تعلم أن ابن فليس مرفوض شعبيا مثلك، لأنكم ترشحتم لرئاسية مزورة وكان ينوي أخذ مكانك، لكن المخابرات اختارت أن تكون أنت. لذا يعني كذب على الجزائريين أصبح مفضوح، لا داعي للتلاعب، لا داعي أن تقول أنك رئيس بسمعة رئيس ولك قرارات وليس لك أي قرار. طلب منك أن تجلس وتتآمر على الجزائريين عن طريق حزب الطلائع اللي هو يمثلوا بن فليس. لذا نقول للشعب الجزائري ما عليكم إلا بأخذ مصيركم بأيديكم، مصيركم بأيديكم. لماذا؟ لأن الكوريا لا حتى لا تحتاج أن تكونوا في يعني مومبركم كأعضاء في الكوريا أو تندبون عن طريق الانترنت وتروح حتى اسمعوا كلام اللي يكون لصالحكم. يقول لك اسمع النصيحة اللي توقفك، اللي كلمتك إن شاء الله تكون لها كلها قيمة، وأن تستمع من طرف الحاكم الجديد إن شاء الله، لأنك الحاكم الجديد يكون من أوساط الشعب، يكون جزائري 100%، لا ينتمي لا أبناء الجنرالات لا للجنرالات لا لفرنسا لا للإمارات. لذا نطلب من الشعب جميعا وخاصة الطلبة، لأنهم يستطيعون التحدي، هم اللي رافعين التحدي أكثر من أي إنسان، والتحدي يدوم لهم أكثر من نحن، لأن مثلا احنا رانا كبار في السن، كبار في السن، الواحد رأى عندها 58 والآخر عندها 60 والآخر عندها 70، لكن اللي بغينوا أنتم تأخذوا المشعل حتى لا تسرق منكم الجزائر. أنا ممكن نعيط ونزكي وندابز لمدة معينة، لكن الغالب للسن أحكام، لكن الشاب ليك القوة أن تظهر وأن تتمكن وتسيطر وتحقق ما يطلبه الشعب. لذا نريدكم أن تكونوا مع الكوريا حتى يسلم لكم المشعل قانونيا، حتى تكون دولة عدالة يسودها القانون والقانون فوق الجميع، وأن الذين يتآمرون عنك هذه الأحزاب لأنهم يريدون بقائها لآخر نهاية هذا العالم، يريدون بقاء إلى نهاية هذا العالم، لكن لا، يسلم لكم مشعل حتى تبنون وطنا، وطنا نفتخر به. وإما هذا تبون وهذه الأحزاب حزاب الطلائع وغيرهم كلهم لازم تتغير، جاء الوقت اللي لازم تتغير، لكن تتغير بكم كشباب طلبة. نريدكم أن تتسيسوا، وما لا يريدكم أن تتسيسوا، لا يريدكم أن تتحزبوا بطريقة يعني شرعية، يريدونكم أن تبقوا فوضى، هذا ما مراد منه، يريدونكم أن تبقوا فوضى، تطالبون بأشياء تافهة، حليب وما غيره، لكن الشعب لا يريد ذلك، الشعب لم يخرج من أجل الحليب. يريدون التلاعب بالألفاظ، الشعب يريد تحرير نفسه، إرجاع حريته التي اختصبت من طرف عصابه. لذا لازم نحمو نفوسنا، لأن الجزائريين لازم يحمو نفوسهم بطرق سياسية، أننا نتعلم إذا كنت على حق فأنا معك، إذا لم تكن على حق لن أكون معك، أو أغير رأيي أي مكان في أي زمان، ليك الحق
أن تقول نعم وليك الحق أن تقول لا. لا نريد الناس كما هذوك الأعضاء تاع النواب كل ما يقول تقوله الدولة يرفضوا صباحهم شاك فوا يرفضوا صباحهم يسون فوت ما على بالهمش بالشعب. ماتت هذيك، لذا لازم ترفعوا صباحكم لقول كلمة الحق، تكونوا مع الحق لا تكونوا مع هذا الناس طاغين. كانوا مع أحزاب، كانوا مع منظمات، كانوا مع وزارات، لكن رجعت كأنها وراثة. وراثة حتى لو لا يورث ابنه يورث الإيديولوجية تاعو، إيديولوجية الفساد، إيديولوجية السرقة، يعديها الإنسان الثاني اللي يحميه. ما كومون دير، ما يحطش إنسان في بوست اكزيكوتيف ولا كلك شوز كوم سا، اللي يحطوه في شركة كبيرة في صون أطراك أو صون الغاز أو إير ألجيري، إلا وكان فاسد يحمي مصالح. أولا يحمي مثلا اللي في إير ألجيري ويكون مسؤول يضمن له أنه يفوت بالفاليزة تاع الدراهم، فهو الربح الإمارات وفرنسا ولونجلتير وليستازيوني يسمح لهم يهربوه. إذا كان عن الفساد الإداري يحطوا ناس في الإدارة ولات كما يريدون، لأنه عش باش يضمن له حقوق، مش حقوق هي سرقة، لأن الشعب هو الذي له الحق أن يكون له سكن، أن يكون له بيت أو غير ذلك، أو قطعة أرض أو قطعة أرض لاستصلاح زراعي أو حاجة من ذلك، لأنه كن هما على أساس فاسدين لسرقة أموال الشعب، لسرقة أراضي الفلاحية للشعب. لذا تتحدوا تحت مظلة الكلية، وكذلك كل المهاجرين الجزائريين الموجودين في الخارج لازم تتحدوا تحت مظلة الكلية حتى نعرف نحمي هذا الشعب. لأن الشعب في الجزائر، أنا لا أتكلم عن طبقة يعني التي تستطيع أو لها أو متمكنة من السلطة أو الحكم أو مركز اجتماعي، لا، نحن نتكلم عن الناس اللي الله غالب عليهم، اللي ما لهمش إمكانيات، اللي زون دو تخوا ديبلوم وماش لاقي ياكل يخدم، لا يوكل روحه ولا يوكل عيلته ولا يوكل أمه ولا يوكل بوه، اللي تعبوا عليه طول حياتهم وفي الآخر إلى ديبلوم ولا دو ديبلوم عنده ماستر وراه قايسو راه يشوف فيه سيبو مسكين لو بروفوكات سيبو، مرات يحاول حتى الانتحار او حرقه. هذو لي جون كومبو، ناس اللي طعنت في كرامتها، ناس اللي ما لقاتش مكانه نفسها في هذا الوجود في هذا العالم، وخاصه في بلدنا اللي هي الجزائر. لازم يكون لهم وجود، ولازم تثبتوا انفسكم في التمثيل السياسي تحت الكرية. لكن لو نقول لكم أي حاجة، ساندونا إن شاء الله حتى تحرر الجزائر وتحرروا أنتم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.